بعد ما تلعب للنادي الاهلي هيبقى النظر للانديه الاوروبيه او للعب للانديه الكبيره، هل اجاييه واخد القرار ده دلوقتي ولا لسه عليه شويه؟ لان في عدد من التقارير اجاييه عايز يمشي، اجاييه مش عايز يكمل، اجاييه عنده عروض. ايه حقيقه الكلام ده؟ ده حقيقي فعلا، لما بلعب كويس اكيد بيجي له عروض، انا ما بكدبش بس وما بخبيش، دي حقيقه. لكن دلوقتي في الوقت الحالي انا سعيد في الاهلي، انا سعيد مع مدربين ومع زمايلي، وده بيتي ودول اهلي، وانا مركز تماما مع النادي الاهلي في اللي انا فيه، ما بفكرش ابدا ان ارحل عن النادي في الوقت الحالي، ومش كويس ليا كلاعب ان افكر ان امشي وانا بلعب في النادي دلوقتي. انا مستقر، انا ما بيجي لي عروض بعرضها على الاهلي، والاهلي طبعا بيختار لي حاجه كويسه، ويوم ما هيحسوا انه مش محتاجيني هيقولوا خلاص انت اديت كل اللي عندك للنادي ممكن تمشي دلوقتي، فيبقى يوصل الاتفاق ساعتها اني امشي، لان ده في الاخر ده بيتي ما اقدرش اسيبه. ما حدش يعرف ينكي في يوم ايام اشتري بيت في مصر واستقر في مصر، لازم حتى تسيب ذكرى كويسه هنا في مصر عشان حتى لو سافرت ممكن ترجع تاني. اكيد وانت بتتابع السوشيال ميديا وبتتابع الاخبار والتقارير، الفتره اللي فاتت كان الحديث على رحيلك بشكل كبير، انك ماشي وخلاص، وان وكيل اعمالك عامل لك عدد من العروض، وانك خلاص بتمشي. اكيد جماهير النادي الاهلي بتبقى مبسوطه بتسمع الكلام بتاعك ده، لكن برضو نحقق يعني او نقول ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت خلى كلام كتير على انك ماشي، رغم ان كلامك دلوقتي مختلف تماما عن كل التقارير اللي سمعناها. انا عارف كويس ان كان في كلام قبل ما يبدا الدوري، كان عندي عروض وجالي رسائل كتيره جدا من جماهير، هتقعد هتمشي هتبقى موجود معانا. انا مستمر اهو دلوقتي وعندي تمرين الصبح وبتمرن وبلعب وموجود وبحضر حتى وانا مصاب. انا كانسان طبعا عايز اسافر او اقعد، دي حاجه طبعا الواحد بيفكر في الاحسن، بس في الاخر القرار ربنا هو اللي بيلهمك بيه، ربنا اللي بيختار لك الافضل. لو انا همشي لازم امشي بشكل شرعي، لازم النادي يبقى سعيد ان انا مشيت او يبقى مقتنع بمشاياني، ما امشيش غصب عن النادي. I can come back and say this is my home. I want to become the coach or the president. لأن محدش يعرف بكرة في إيه. أنا بقول النادي أهي ده بيتي. ممكن في يوم ما أبقى مدرب هنا أو أقعد هنا. وده كرة القدم. أنا كلاعب شاب أتمنى أكمل مسيرتي بشكل كويس سواء في الأهلي أو برا. أنا غيرت حياتي عشان أجي ألعب في الأهلي هنا. أنا كنت يعني كنت لما جيت هنا كنت صغير في السن، دلوقتي أنا كبرت وعندي ونضجت، يعني بقيت سن كبير بقدر آخذ قرارات بعقل، ما أقدرش أسافر وأسيب النادي من غير موافقة. أحلام مشروعة، وأكيد هيجي الوقت المناسب اللي هتحقق فيه حلمك الكبير بالاحتراف الأوروبي. لكن والمرة دي هاخد إجابة بقى مش دبلوماسية زي البوزيشن بتاع الملعب أو مكانك، لأ، لو جه وقت مناسب وكان في يعني موافقة أنك تروح تحترف في دوري أوروبي، الدوري اللي هتختاره إيه؟ وإيه الفرقة اللي بتحلم تلعب لها؟ بالنسبة لي أمنيتي أني ألعب في إنجلترا، وطبعا لان بتابعه من وانا صغير وبحب الدوري الانجليزي، وامنيه حياتي ان طبعا العب في انجلترا. طبعا لكن دي كره القدم، لكن اتمنى العب في انجلترا، ممكن الاقي نفسي بلعب في المانيا او في اسبانيا على حسب العروض اللي بتجيلي. لو في الدوري الانجليزي هيبقى، طالما احنا بنحلم او بنشوف، ايه الفريق اللي انت شايف نفسك فيه؟ ارسنال. معنين يعني. وايه اللعيب اللي بيلفت نظرك في الدوري الانجليزي؟ اكتر لعيب بيلفت نظرك في الدوري الانجليزي؟ Before and now. Yes, before. قبل كده؟ Yes, I was a fan of Thierry Henry. كنت واحد من مشجعين ومن محبين لتييري هنري. He's a very great player. كان لعيب كويس جدا. Right now I think he's still my mentor, he's still the reason why I wish to play for Arsenal and maybe you never can. ممكن هو انا بالنسبه لي حبيت الارسنال من تيري هنري، وعشان كده نفسي العب الارسنال في يوم من الايام. This is my dream, this is my wish. في يوم من الايام نفسي ابقى زيه، ابقى زي تيري.